الثامنة من المدينة، أهلا بكم وإلى عناوينها. الأسد يأمل أن تخوض محادثاته أستانا إلى المصالحات، والمعارضة تريدها لتثبيت وقف إطلاق النار. واشنطن تعلن مقتل 80 مسلحا من داعش في غارات نفذتها قاذفات أمريكية على معسكرات للتنظيم قرب سرت. الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ في بلاده حتى منتصف الشهر المقبل. المعارضة الموريتانية تعلن رفضها إلغاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية. أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أنه ليست لديه توقعات من لقاء أستانا، بل آمال بأن يمثل منبرا لإجراء محادثات بين جميع الأطراف السوريين. وفي لقاء مع قناة تي بي إس اليابانية، قال الأسد أن أستانا سيكون على شكل محادثات مع المجموعات الإرهابية، مضيفا أن السماح لها بالانضمام إلى المصالحات يعني تخليها عن السلاح والحصول على العفو. كذلك أمل أن تكون الإدارة الأمريكية الجديدة صادقة في تأليف تحالف حقيقي لمحاربة الإرهاب. وفي روسيا، أكد نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن الدعوات إلى محادثات أستانا بشأن سوريا لم ترسل بعد. وأضاف بوغدانوف أن وفد المعارضة المسلحة يضم 14 مجموعة، مشيرا إلى رغبة موسكو في تأييد توسيع قائمة المشاركين. وأعلن أن الوفد الروسي سيضم ممثلين عن وزارتي الدفاع والخارجية وهيئات أخرى. رئيس وفد المعارضة إلى مفاوضات أستانا محمد علوش قال إن هدف المعارضة هو تثبيت وقف إطلاق النار بالدرجة الأولى في سوريا، والإفراج عن المعتقلين وفك الحصار عن المناطق المحاصرة. ورأى علوش أنه بتناول هذه الموضوعات وإنجاز تقدم فيها يتحقق إنجاز كبير يساعد على المضي في الحل السياسي. مصدر في وفد الفصائل السورية المسلحة المشاركة في أستانا كشف لوكالة سبوتنيك أن الوفد سيطرح تأليف كتائب مشتركة من الفصائل والجيش السوري لمحاربة داعش بقيادة روسية تركية. وأضاف إنه سيطلب انسحاب عناصر حزب الله وإيران واستخدام قوات فصل لجمع السلاح عبر مراقبين أمميين. المصدر أكد أن محادثات أستانا ستقتصر على بند تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب المتبادل، ولفت إلى أن محمد علوش رئيس وفد المعارضة سيفاوض في أستانا على تحييد جيش الإسلام والانسحاب من محيط دمشق. في الأردن، قال قائد قوات حرس الحدود إن بلاده تواجه تهديدا متزايدا لحدودها، وتوقع العميد الركن سامي الكفاوين أن يشق بعض مقاتلي داعش طريقهم إلى جنوب سوريا قرب الحدود الأردنية، وأشار إلى أن نحو 50% من أفراد الجيش الأردني وموارده منتشرون على طول الحدود مع العراق وسوريا. الجميع يعلم الآن أن معركة الموصل دائرة، ونحن ننتظر معركة الرقة أيضا. بعض المقاتلين من الموصل يتوجهون إلى الشمال إلى القائم والبوكمال، ونحن نتوقع قدوم بعضهم إلى الأردن إلى الجزء الجنوبي من سوريا. إلى العراق، حيث أفاد مراسل المادين بتحرير القوات العراقية قضاء تلكيف شمال شرق الموصل بالكامل. الجيش العراقي أعلن أيضا تحرير حي الفضلية في الساحل الأيسر للموصل، يأتي ذلك عقب استعادة القصور الرئاسية ومنشأة جابر بن حيان شمال شرق المدينة. المهمة كانت لدى المجاميع الإرهابية داعش، كان يعتبر مقر قيادة وسيطرة، وكذلك هو مركز لإيواء الأجانب والعرب المقاتلين، وهناك استخدامات عديدة كان يستخدمها، تم السيطرة عليه بسرعة من قبل أبطال جهاز مكافحة الإرهاب. الآن عملية تطهير، ربما يكون هناك تدقيق، يجري تدقيقها من قبل عناصر الهندسة الأبطال. أفادت دراسة نشرتها مؤسسة IHS ماركت للأبحاث أن داعش خسر عام 2016 نحو ربع مساحة الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرته في سوريا والعراق. ورأت الدراسة أن هذا التراجع قد يهدد ترابط التنظيم. التفاصيل مع ماي رزق. أهلا بكم. حلم داعش ببسط سيطرته على مساحات كبيرة من أراضي العراق وسوريا يندثر، لا بل بات في طريقه إلى الاضمحلال. كيف لا وقد نجح الجيشان العراقي والسوري وحلفاؤهما بدحر مسلحي التنظيم الإرهابي من أهم المناطق الاستراتيجية. هذا ما أشارت إليه دراسة IHS ماركت، فمساحة ما يسمى بالخلافة التي أعلنها داعش في البلدين تراجعت بنسبة 23% خلال عام 2016، أي من 78 ألف كيلومتر مربع إلى 60,400 كيلومتر مربع. هذا وكانت مساحة الأراضي الخاضعة لسيطرة التنظيم قد تراجعت عام 2015 بحسب المركز البريطاني بنسبة 14%.
أي من 90,800 كيلومتر مربع إلى 78,000 كيلومتر مربع. برغم إعادة سيطرة مسلحي التنظيم في كانون الأول ديسمبر الماضي على تدمر، إلا أن ذلك لم يمنع تراجع سيطرة داعش على الأراضي السورية. ومن أبرز المدن التي خسرها داعش خلال عام 2016 دابق ومنبج في سوريا إذن. أما في العراق فأهم المناطق التي خسر داعش السيطرة عليها هي الرمادي والفلوجة بحسب IHS ماركت. خسارة هذه الأراضي أدت إلى انشقاقات في صفوف المسلحين حول سبل الرد على هذه الهزائم. IHS ماركت وصفت هذا الانشقاق بالانفجار الداخلي في داعش. الدراسة رجحت استعادة القوات العراقية مدينة الموصل بالكامل قبل النصف الثاني من العام الجاري، فيما استبعدت أن تكون عملية طرد مسلحي داعش من الرقة السورية قريبة. تظاهر آلاف الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية المحتلة احتجاجا على تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة. تقرير نصر الأحكام. ربما هي الشرارة الأولى التي تنطلق من رام الله ونابلس والخليل في الضفة الغربية المحتلة بهدف إيصال رسالة مزدوجة، الأولى إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب رفضا لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، والرسالة الثانية موجهة إلى تل أبيب بأن الأمر لن يمر مرور الكرم. نقل السفارة الإسرائيلية من تل الربيع للقدس العربية هو قرار جائر صهيوني أمريكي. نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس التي لا يعترف بها لحد هذه اللحظة أي دولة من دول العالم بأنها عاصمة للاحتلال، على عكس هناك قرارات دولية تعتبر أن القدس هي أراضي محتلة عام 1967. سنحرج الولايات المتحدة بكل الوسائل وسنقوم بالإحالة لمحكمة الجنايات الدولية، هذا ما يطالب به الشعب الفلسطيني، ولن نتنازل عن حقوقنا أبدا. نقل السفارة يعني المشاركة في جريمة حرب تتمثل في ضم القدس العربية الشرقية لإسرائيل. إلى ميدان الشهداء في مدينة نابلس خرج الفلسطينيون حاملين رسالة من فلسطين إلى الإدارة الأمريكية الجديدة، واصفين أي خطوة تقدم عليها بنقل السفارة بالعمل الخطير. هذه رسالة خطيرة أيضا من الإدارة الأمريكية للشعب الفلسطيني، لأنه لا يوجد أخطر من أن يفقد شعب الأمل في المستقبل. مدينة الخليل عاصمة الشهداء لم تتردد في حملة التضامن، فخرج آلاف المتظاهرين معربين عن غضبهم ضد ترامب، مؤكدين تمسكهم بمطالبهم وبالثوابت الوطنية وبهوية القدس. هذا أمر خروج عن النصوص، انقلاب على أمريكا قبل ما يكون انقلاب علينا. وإذا جوبا العالم ومشي وراء ترامب فنحن سنيقظه مجددا، وهي نحن بدأت من الاتحاد الأوروبي للدول الإسلامية للدول العربية، الكل الآن يقول ترامب لا. تأكيد فلسطيني على رفض نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، فالخطوة هذه ستدمر عملية السلام وفق ما كان أعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فالقدس تبقى أرضا احتلتها إسرائيل عام 67 وهي عاصمة دولة فلسطين. ناصر اللحام، بيت لحم، الميادين. عم الإضراب الشامل العام فلسطين المحتلة عام 48 احتجاجا على الاعتداءات الإسرائيلية على قرية أم الحيران في النقب، فيما أكدت لجنة المتابعة العربية العليا أن الاحتجاجات ستستمر والمنازل التي هدمت ستبنى من جديد، وقررت تأمين منازل جاهزة بأسرع وقت ممكن لمن هدم منزله. تقرير هناء محمد. أبواب مقفلة وشوارع شبه فارغة، الفلسطينيون داخل أراضي 48 أضربوا بدعوة من لجنة المتابعة العليا حدادا على الشهيد يعقوب أبو الجيعان، واحتجاجا على هدم منازل في قريته أم الحيران. أول حصتين بالمدارس خصصوهن لكل الطلاب إنهن يحكوا عن موضوع اللي صار مبارح اللي هو موضوع عن الحيران،
وكنا يعني كانوا يسألونا شو رأينا. بالطبع هو أمر محزن لنا جميعا كمواطنين، هو أمر يشعرنا بعدم الأمان سواء كان اتجاه الدولة ومؤسساتها وحكومتها. يعني كيف نثق بأن هذه المنازل غير المرخصة والتي لا تسمح إسرائيل بوجودها أساسا ولا تعطي العرب اليوم خرائط وخرائط هيكلية للبناء؟ تسجيل جوي لشرطة الاحتلال يظهر سيارة الشهيد أبو الجيعان وهي تسرع على الطريق نحو عناصرها. تلقفه سياسيون وإعلاميون إسرائيليون للتحريض ضد الفلسطينيين، رغم أن فقدان الشهيد السيطرة على سيارته كان بعد إطلاق النار عليه من قبل الشرطة كما أكد شهود من قريته. الدليل إضافي على أن المؤسسة الإسرائيلية أن إسرائيل نفسها تتعامل مع العرب في الداخل على أساس إما الخطر الأمني أو الخطر الديموغرافي، هذا يقود إلى شيطنة العرب، إلى التحريض على العرب، إلى التعبئة ضد العرب. لذلك نرى هذه السهولة في الضغط على الزنات في القتل. الاحتجاجات الفلسطينية التي عمت البلدات العربية فور انتشار أخبار الحصار في أم الحيران ستتواصل بقرار من القيادات السياسية الفلسطينية. سياسات اقتلاعية وتشريعات عنصرية كثيرة لا تبدأ بهدم أم الحيران ولا تنتهي عند التحريض الإسرائيلي ضد الأذان في المساجد، هي مرحلة دقيقة يعيشها الفلسطينيون في مواجهة من يستهدف وجودهم وبقائهم في وطنهم. هناء محميد، مدينة الناصرة، الميادين. النشر مستمر فيها بعد قليل. إلقاء القبض على إرهابيين اثنين شرق العاصمة الجزائر. أهلا بكم من جديد. ألقى الجيش الجزائري القبض على إرهابيين اثنين شرق العاصمة الجزائرية. بيان وزارة الدفاع أكد أن العملية جرت بتطويق مجموعة إرهابية كانت تنشط في منطقة عزازقة بولاية تيزي وزو بالتنسيق مع الأمن الجزائرية. وأضاف البيان أن العملية مكنت من استرجاع كمية من الذخيرة ورشاشين من نوع كلاشينكوف. أعلن وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر أن أكثر من 80 مسلحا من داعش قتلوا في الضربات الأمريكية على معسكرات للتنظيم في ليبيا. كارتر لفت إلى أن المستهدفين كانوا يدبرون لتنفيذ عمليات في أوروبا، ويحتمل أنهم على علاقة بهجمات وقعت في البلاد. وكان مسؤولان في وزارة الدفاع الأمريكية أكدا في وقت سابق أن قاذفة أمريكية شنت الغارات على معسكرات لداعش قرب مدينة سرت الساحلية. نبقى في ليبيا، حيث تتواصل المساعي الحكومية لرفع إنتاج النفط بعد تحرير الهلال النفطي شرق البلاد. المزيد في هذا التقرير. عودة العاملين الأجانب إلى قطاع النفط في ليبيا أولوية أكدها مسؤولون نفطيون ليبيون لزيادة الإنتاج النفطي. فبعدما كان الإنتاج 1,600,000 برميل يوميا وصل إلى أقل من 300,000 برميل يوميا قبل إعادة افتتاح الموانئ الرئيسية في منطقة الهلال النفطي شرق البلاد في أيلول سبتمبر عقب سيطرة قوات حكومة الوفاق الليبية عليها. إعادة افتتاح 3 موانئ رفعت الآمال بتحقيق أهداف طموحة للإنتاج، حيث قالت المؤسسة الوطنية للنفط إنه يمكنها رفعه إلى نحو 900,000 برميل يوميا بحلول أذار مارس المقبل، بعدما وصل الإنتاج حاليا إلى 700,000 برميل يوميا. دعوة العمال للعودة إلى العمل يظل الأمن فيها مبعث قلق رئيسيا على الرغم من تحسن الوضع الأمني، وحاليا باتت شبكة النفط والغاز في المنطقة الشرقية مؤمنة بأكملها، وهي شبكة تمتد من حدود ليبيا الشرقية والجنوبية مع مصر والسودان وتشاد إلى منطقة سرت وسط البلاد. ندعوهم على أساس أنهم يرجعوا يبشروا أعمالهم. المنطقة اللي احنا اللي حددناها هذه منطقة آمنة لغاية مشارف سرت غربا تحت سيطرة الحرس المنشآت النفطية والقيادة العامة بغرفة عمليات سرت الكبرى. إغلاق الموانئ النفطية كان له تأثير كبير في المصفاة التي تفتقر إلى التمويل. تسكير الموانئ النفطية من ذلك الوقت الآن واقفة، وطبعا وقف متاعها يأثر على المصانع، التأثير متاعها تأثير كبير جدا. المصنع هو وقف، هو حيكون يعاني أكثر ما هو يشتغل، طبعا يحتاج إلى صيانة دورية تامة وسبير بارتس
وما إلى ذلك. تعافي هذا القطاع لابد أن يكون تدريجياً، لأن البنية التحتية تعرضت للتدمير بسبب القتال وسوء الاستخدام، والمؤسسة الوطنية للنفط تجهد لتدبير تمويل لموازنتها التشغيلية ولإنجاز الإصلاحات المطلوبة. في تونس بحث وزير الخارجية خميس الجهيناوي مع النظير الإيطالي أنجلينو ألفانو تطور الأوضاع في ليبيا وسبل إيجاد حل سياسي توافقي وشامل يعجل بإنهاء الأزمة. الجهيناوي أشار إلى أن مبادرة السبسي بشأن الأزمة الليبية ستطرح مجددا بعد غد في اجتماع دول الجوار في القاهرة بمشاركة تونس. ارتأينا ضرورة تكثيف المشاورات على مستوى وزارتي الخارجية بين تونس وإيطاليا لمساعدة الليبيين مهما كانت اختلافاتهم لتوخي الحل السياسي و إخراج ليبيا من الأزمة التي تعرفها اليوم. بطبيعة الحال هناك حكومة الوفاق الوطني كيف التي تم اعتمادها والموافقة لها كما تعرفوا من مجلس الأمن الدولي، كيف تونس وإيطاليا، وكذلك كما تعرفوا بعد غد في اجتماع مهم جدا لدول الجوار تحتضنه القاهرة ستشارك فيه تونس، وهناك الأفكار التونسية والمبادرة التي قام بها سيادة رئيس الجمهورية في إطار يعني دعم التوجه السياسي والحل السلمي للأزمة الليبية. نتمنى أن علاقتنا مع إيطاليا تكون لبنة إضافية في هذا الاتجاه لمساعدة الفرقاء الليبيين. نبقى في تونس، حيث مدد الرئيس التونسي البيجي قائد السبسي حالة الطوارئ في بلاده حتى منتصف شهر فبراير شباط المقبل. رئاسة الجمهورية التونسية أعلنت أن السبسي اتخذ القرار بعد استشارة رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بشأن قضايا الأمن القومي في البلاد والأوضاع على الحدود. ومعنا من العاصمة التونسية مراسل الميادين مراد الدلنسي. مراد، بداية مرحبا بك. يعني مراد، يعني ما هي أسباب تمديد حالة الطوارئ مرة أخرى في تونس في هذا التوقيت؟ هل الأسباب تقتصر فقط على قضايا الأمن القومية في تونس وتأمين الأوضاع الحدودية للبلاد، أم أن هناك أسباب أخرى؟ نعم خالد، هو حقيقة هو إجراء روتيني أن يتم تمديد حالة الطوارئ، لأنه القانون في تونس يقضي بأن يتم تمديد هذه الحالة بحالة الطوارئ بأمر رئاسي، وبالتالي فإن حالة الطوارئ التي أعلنت في نوفمبر 2015 أثر الهجوم الإرهابي ضد حفيرة الأمن الرئاسي قد تم تمديدها عدة مرات، في منذ آخر مرة كان لمدة 3 أشهر في أكتوبر الماضي، قبلها تم تمديدها بشهر. إذن حسب الحالة الأمنية وحسب تقييم المسؤولين الأمنيين في تونس يتم تمديد هذه الحالة. اليوم باعتبار أن مدة 3 أشهر قد تنتهي اليوم، كان لزاما على الرئيس التونسي أن إما أن يتم تمديد هذه الحالة أو أن يتم تعليقها، وبالتالي تخرج تونس من حالة الطوارئ، وقد كان القرار بالتمديد لمدة شهر. حقيقة حالة الطوارئ في تونس تقتضي عدة إجراءات، من بينها يعني الحق للجيش ووزارة الداخلية بالتفتيش والتدخل وانتشار الجيش وغيرها من الإجراءات التي يمكن مشاهدتها على الأرض، ولكن في تونس سواء المواطن التونسي أو حتى الزائر لا يشعر بحالة الطوارئ على الأرض التونسية في الشوارع وغيرها، ولكن رئيس الدولة وحتى رئيس الحكومة خلال تعليقهم على الوضع الأمني يقولون أنه يجب أن تستمر حالة الطوارئ، لأن تونس تعيش حربا حقيقية ضد الإرهاب، وحتى تحسن الوضع الأمني الذي يعترف به الجميع لا يمنع تستمر حالة الطوارئ، لأن لم يتم القضاء نهائيا على الإرهاب. هناك في الحقيقة بالنسبة لأصداء هذه تمديد حالة الطوارئ هناك رأيان في تونس. هناك من يقول أنه يجب تعليق حالة الطوارئ لأن الوضع الأمني قد تحسن، وكذلك لإرسال رسائل إيجابية إلى الخارج، لأن ربما أن يتم أن تعيش البلاد تحت حالة الطوارئ ربما يضر الاقتصاد، يضر السياحة التونسية نوعا ما حسب هذا الرأي. ولكن رأي آخر يقول أن الحرب على الإرهاب طويلة، وبالتالي فإن إعلان حالة الطوارئ قد يسهل مهمة الجيش التونسي وقوة الأمن في التصدي للإرهاب. نعم، إذن أشكرك شكرا جزيلا مراد الدلنسي مراسل المدين، كنت معنا من العاصمة التونسية.
نبقى في تونس أيضا، حيث نظم عدد من معتصمي بردو لتفعيل العفو العام وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة الحقيقة والكرامة، احتجاجا على المماطلة بتفعيل العفو التشريعي العام في البلاد. كما طلب المعتصمون بتسوية أوضاعهم عبر تفعيل المرسوم الرقم 1 الصادر بعد الثورة الذي يتعلق بالعفو العام وإقرار حق المنتفعين به من تعرضوا للتهجير والسجن خلال فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وبالتعويض عليهم ماديا. نطالب أن تفعيل ما هو محمول على الهيئة في جميع مساراتها بما فيه جلسات الاستماع التي أبرزت للعالم يعني صدقية ولامعان المناضلين وبينت يعني مدى يعني الجرح العميق اللي حملوه المناضلين. كان أولى بالهيئة الحقيقة والكرامة أن تسرع جميع المسارات الأخرى وخاصة المصادقة على الأمر الترتيبي. الهيئة نعتبرها استوفات كل ما هو جلسات استماع علنية مكاشفة فيها، وأصبح الداني القاسي والداني يعرفوا شنو اللي صار في تونس من فترة 55 حتى 2013. احنا اليوم جينا لحاجة واحدة، نقولوا لهيئة هاك كشفت كل شيء، قلت لها اخدم على روحك سور البلان ادمينستراتيف، اداريا اخدم ورينا شنو تنجم تعمل. تشهد موريتانيا حركا حزبيا رافضا لقرار تمرير التعديلات الدستورية عبر تصويت البرلمان بدلا من استفتاء الشعب، وكان مقررا وفق نتائج الحوار تنظيم استفتاء شعبي على التعديلات التي تشمل إلغاء مجلس الشيوخ الغرفة العليا للبرلمان. تقرير أبي زيدان. حراك سياسي متصاعد ومواقف متضاربة مع اقتراب موعد المؤتمر البرلماني كبديل للاستفتاء الشعبي للمصادقة على التعديلات الدستورية. حزب التحالف الشعبي أكبر أحزاب المعارضة المحاورة، فاجأ الجميع بموقفه الرافض مطلقا لأي تعديلات لا تمر عبر الاستفتاء الشعبي بعد أن تم الإعلان عن تفويض رئيس الجمهورية باتخاذ ما يراه مناسبا. لا نقبل مراجعة الدستور على هذا النحو، وثمة بالنسبة للرموز الوطنية لا مساس بها ولا مساومة فيها. أما الصيغة فالذي تم الاتفاق عليه أساسا هو أن مخرجات الحوار سيتم عرضها عبر الاستفتاء الشعبي، والاستفتاء الشعبي وحده هو الصيغة التي يمكن أن يقبل بها هذا النوع من التغييرات، والعدول عنها بالنسبة لها نكوص عن ما الاتفاق عليه ولن نقبله ولا مساومة فيه، وليس موقفا تكتيكيا، موقفا استراتيجي وثابت من ثوابتنا. ما يعزز من فعالية هذا الموقف للوقوف في وجه تمرير التعديلات عبر البرلمان ظهور معارضة واستياء داخل الصفوف الأغلبية الحاكمة، خصوصا في مجلس الشيوخ الغرفة الثانية في البرلمان والمقترح بإلغائها في التعديل الدستوري، وهو الاستياء الذي عبر عنه رئيس مجلس الشيوخ محسن للحاج علنا في آخر اجتماع مع الحكومة. مآلات هذا الغضب تتحدد في طبيعة التعاطي الرسمي مع هؤلاء. هناك وسائل الاسترضاء بدأت تأتي من حين لآخر، هل ستنجح هذه الوسائل أم لا؟ الأيام القادمة ستكشف ذلك. هناك بالفعل تعاطي إيجابي أو حذر من هؤلاء الشيوخ من غضب الرسمي أو من غضب الرئيس بشكل خاص، جاءوا إليه يستجيبون لنداءاته، يحاولون أن يكون غضبهم من ضد أتباعه أو الوزير الأول أو رئيس الحزب الحاكم. وفيما يرى جزء مهم من المعارضة المشاركة في الحوار أن اقتصار المصادقة على التعديلات الدستورية في البرلمان برهان على ضعف اهتمام السلطة برأي الشعب، تتوجه المعارضة المقاطعة إلى الشعب في حراك ميداني لإظهار عدم جدية النظام في الحوار والتشكيك في أهدافه من ورائه. هو حراك سياسي مزدوج وعلى أكثر من صعيد، ولئن كان انفجر فجأة إلا أنه قد يمهد بحسب مراقبين لوضع سياسي جديد وربما يغير الخريطة السياسية بشكل كامل. أبي زيد نواكشوط، الميادين. وينضم إلينا من نواكشوط أستاذ محفوظ ولد السالك مدير أخبار قناة المرابطون، مرحبا بك ضيفي الكريم. بداية يعني كيف نقرأ قرار الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اللجوء إلى البرلمان من أجل التعديلات الدستورية بدلا من الاستفتاء الشعبي وفق أو نتائج الحوار؟ شكرا جزيلا. أعتقد أن يعني مسألة تعديل الدستور أو حسم آلية تعديل الدستور الموريتاني عبر المؤتمر البرلماني هو عنوان تجاذب سياسي جديد بين المعارضة والموالاة في موريتانيا، خصوصا المعارضة المشاركة في الحوار ممثلة هنا في حزب التحالف الشعبي التقدمي بقيادة مسعود بن الخير وحزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي بقيادة بيت جليل حميد، وهما حزبان كبيران
في المعارضة المشاركة وهما ينتميان إلى كتلة تسمى كتلة المعاهدة وهي من ثلاث أحزاب، ذلك الأحزاب لم يشارك في الحوار. أعتقد أن المآخذ التي يأخذها هذان الحزبان البارزان على آلية تعديل الدستور هي مآخذ يعني يستندان فيها على نص الاتفاق الذي خرج يعني منصوص عليه في مخرجات الحوار السياسي الذي وقعته الأطراف المشاركة، حيث ينص على أن يتم تعديل الدستور عبر الاستفتاء الشعبي وليس عبر المؤتمر البرلماني. الحكومة الموريتانية في آلية التعديل أو في التبرير الذي قدمت في شأن التعديل وقد قال به الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية قبل قليل محمد الأمين والشيخ، قال بأن يعني لجوء الحكومة الموريتانية إلى تعديل الدستور عبر البرلمان هو يعني سببه دافع اقتصادي بحت، لأنه سيوفر على الدولة أموال كان بالإمكان. ولكن أستاذ محفوظ، يعني العدول عن الاستفتاء قد يواجه عقبات سياسية وأيضا أخرى قانونية، كيف تتعامل الدولة إذن؟ يعني هذا جدل واضح. هو الآن يعني الجانب المتعلق بآلية تعديل الدستور يعني سينضاف إلى المعارضة التي قاطعت هذا الحوار واعتبرت مخرجاته أحادية وبأنها لا تمثل إلا طيفا واحدا، هذا سيعززه هذان الحزبان اللذان قالا إنهما يعني في حال تم فرض تعديل الدستور عبر المؤتمر البرلماني سيقاطعانه بقوة وسيخوضان يعني حملة مناهضة بهذا الدستور، وهذا سينضاف إلى المعارضة التي قاطعت أصلا الحوار وتمانع في تعديلات الدستور وتعتبرها يعني ليست دستورية ولا شفافة وبأنها أحادية. نعم، إذن أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محفوظ ولد السالك مدير أخبار قناة المرابطون، كنت معنا من وكشوت. إلى عناوين الثامنة من جديد. الأسد يامل أن تخوض محادثات أستانا إلى المصالحات والمعارضة تريدها لتثبيت وقف إطلاق النار. واشنطن تعلن مقتل 80 مسلحا من داعش في غارات نفذتها قاذفات أمريكية على معسكرات للتنظيم قرب سرت. الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ في بلاده حتى منتصف الشهر المقبل. المعارضة الموريتانية تعلن رفضها إلغاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية. المزيد من الأخبار على صفحة الميادين على الإنترنت الميادين.net وباللغة الإسبانية espanol.elmedin.net. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.